الشيخ محمد رفعت؟ الشيخ محمد رفعت أيقونة في مصر. ما يعني ايه اللي في صوته يعني هذا الصوت المحبب جدا؟ كانوا بيسموه وهو عايش كان بيسموه قيثارة السماء. ايوه يبقى في حاجة ربنا عطية ربانية. ايوه عطية ربانية في صوته، عطية ربانية في المقامات اللي هو بيشتغل بيها، عطية ربانية في الأدب الزايد. أيوة. مع القرآن الكريم كنت على تواصل مع أحفاده. وأنا شفت ابنه حسين الله يرحمه ونحاول إن احنا نعمل شيء في هذا المقام. وهم بيبذلوا كل مجهودهم في هذا. جميل.